جميل. فكشف لنا أسرار هذه البعوضة التي لا يمكن للعين أن تراها، ولكن الله الذي أنزل القرآن يعلم ما خلق سبحانه، وأعلم بما ينزل سبحانه وتعالى. لما حطيت البعوضة تحت المجهر ظهر لكم إيه بقى؟ طيب، هذه بعوضة. أنا دعني أتحدث فقط للأحبة المشاهدين، يشاهدوا هذا البعوض الذي نظنه كائنات بهيمية لا تعقل. انظر هنا، تضع السكاكين، هذا الخرطوم، هذا هو، إذا كنت تلاحظ معي هذا هو الخرطوم، تمام، تغرسه في الجلد، جلد الإنسان، جلد الإنسان. هذه السكين عندما تنغرز الإنسان يشعر بها بشكل طبيعي بلسع كده، وبالتالي سيزيل هذا الذباب أو هذه البعوضة طبعا. وبالتالي البعوضة ستموت. ما هو الحل؟ الله هيأ لها مشرط جراحي، يقول عنها العلماء إنها جراح ماهر، إنها جراح ماهر جدا. كم مشرط يا دكتور؟ ست سكاكين. الله أكبر، انظر كيف تفعل. الآن سنرى بالمجهر الإلكتروني في داخل هذه السكاكين ماذا يوجد. إنما الإعجاز أين؟ في الآلية التي تستخدمها البعوضة لمص الدم. هي تتغذى على دم الكائنات الحية بشكل عام كلها، ولديها قدرة على تذوق الدم وتحليله، ثم تختار هل يناسبها أم لا يناسبها. معقول؟ لذلك تجد في غرفة، إذا كان هناك عائلة من 7-8 أشخاص، البعوضة تلدغ 2 أو 3، وتجد شخص لا يتأثر، دمه غير مفضل بالنسبة للبعوض. هو الذي يتأثر هو دمه مفضل؟ مفضل. وهي تعرف إزاي؟ هناك نسب كيميائية، نسبة الحديد، نسبة الهيموغلوبين في الدم، نسبة كذا، تحللها وتأخذ الأفضل، ما يناسب تكاثرها وبيوضها. يعني عندها مجسات وآلات شفط وتحليل. بالضبط بالضبط. يعني انظر هنا، هذه هي البعوضة. الأنثى طبعا أكثر تعقيدا، انظر إلى هذه الدقة. هذا طبعا تكبير للمنشار. هذه السكين من السكاكين الستة، انظر هنا ما الذي يحدث، تغرز. وهناك أيضا مادة مخدرة، اثنان مهمتهما تخدير الموضع لكي لا تشعر. انظر هنا كيف ينغرز هذه السكين هنا، الله أكبر، في الوعاء الدموي، وتبدأ بشفط الدم. الله، انظر كيف تشفط الدم. دخل. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله. انظر هنا، هذا هو الدم، كيف يتدفق هنا الدم. انظر، سأعيد فقط هذه لقطة مهمة، يعني أتمنى المشاهد الكريم أن يركز عليها. انظر كيف تحفر وتثقب الأوعية الدموية الدقيقة، ثم تبدأ بشفط الدم من هنا حتى تمتلئ. في داخلها يوجد جهاز لفصل الماء عن الدم. انظر هنا، تفصل قطرات الماء لكي تخفف الحمولة. انظر الآن بدأت تفصل قطرات الماء الموجودة في الدم، قطرات الماء لتخفف الحمولة لتستطيع الطيران، لأن الدم فيه نسبة ماء عالية كما عايزة تعلم. دم صافي يعني. تأخذ الدم الصافي، المادة المغذية، و لكي تستطيع الطيران. فتفصل الله. يعني هناك جهاز لفصل الدم. فتبدأ بتصنيع البيوض، مصنع، سبحان الله، هذا موضوع آخر طويل يعني. عجيب عجيب. سبحان المبدع يعني. الله أكبر. طيب، يعني هناك إبرة في من ضمن هذه الأبر. يبقى كده عندها منشارين وإبرتين. أيوة. منشارين مهمتهم فتح الجلد. نعم. وإبرتين مهمتهم توسيع مكان الشفاطة. نعم. اللي هتدخل. نعم. أو المصة، مش كده؟ نعم. نعم. بعد كده تدخل إيه بقى؟ كده 4، فاضل 2. واثنان مهمتهما التخدير لكي لا تشعر. أنا عندها بنج، وكانوا مثل البنج يعني. عملية جراحية كاملة، حتى علماء الغرب يقولون هي جراح ماهر، ولكن لا تحتاج إلى مخدر وغرفة عمليات، كل شيء في هذه السكاكين. وهي الستة نفسها البعوضة دكتور، من خلال متابعة حضرتك لها، فيها بنج، فيها مادة مخدرة هي بتحملها. هي تصنع مواد مخدرة تحقن بها مكان اللدغة، فتجعلك لا تشعر بها إلا بعد أن تغادر، وتحقن أيضا بعض الطفيليات التي تحملها، لذلك تعتبر القاتل الأول في العالم. هناك طفيلي خطير اسمه الملاريا. الملاريا هذا يقتل مئات الآلاف كل سنة
فهي القاتل رقم واحد على مستوى العالم. هذه البعوضة الأنثى التي تفعل هذا، الذكر مهمته التلقيح فقط. الأنثى هي التي تسبب الكوارث، هي القاتلة، هي القاتلة، وهي التي والإعجاز يتجلى في البعوضة. لذلك نحن إذا رجعنا إلى القرآن ذكر البعوضة ماذا؟ الأنثى، لأنه يعلم أن التعقيد كله في الأنثى. بعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يا الله الله. حتى يتبين لهم أنه الحق.